لك نزعته ونزعته للمكيف بدل ما تصلحه؟ لك ما دخلك، بدي صلحه يعني بدي صلحه. بابا بما انك عم بتصلح وعم بتصلح، شو رايك تصلح لي المكيف يلي بغرفتي كمان منزوع؟ تكرم عينك بابا، وكل شيء منزوع بهالبيت جيبولي يا لحظه صلحه. ايه معلم ملك التصليحات هيثم، بس انت فهمني يعني هيك شو اجى ببالك والله اصلتك تصلح كل شيء بايدك؟ ما دخلك. اسمع انت واختك كل شيء لازم يتغير ويتصلح بهذا البيت، واول حدا هو انت وفوفو. طلع من البيت ما عاد فيه، وشك بوش الكتاب انت واختك، واذا بتعملوا غير هيك اول حدا رح يكافحكم هو انا. انا طيب شفتوا كيف تكركب وقت اللي شافني؟ لا تكركب ولا شيء. كيف خبيت سندك قديشك جوفيس؟ لك اضحك علي، لك جاملني شي بكلمه، قل لي ايه تكركب قد ايه بنبسط انا. تكركب يا لطيف، شو تكركب؟ ها عين عليك، هذا مفكر حاله انه ما حدا شايفه وانه ما حدا حاسس على تجاوزاته. سيدي كل هالقد خايف على فادي يعني انت؟ لك يا بني ادم، انت وقت اللي بتحكيها الكلمه بتفكر فيها ولا بتحكيها بدون تفكير؟ طبعا بدون. ايه بعرف انه طبعا بدون. لك يا حبيبي، انا بدي انكت له المشاكل من تحت الارض نكت مشان يصير خري مري على المخفر. والله انا اللي شايفه انه نحن اللي خري مري لعنده ومو طالع بايدنا شيء. اصلا يكفيني شرف المحاوله. ان شاء الله افكر انه من السهل ان توقع بواحد مثل هيثم. مو سهل بلوم، بس يعني على مين؟ قال يعني بده يقنعني انه هو وزير سابق تارك الدنيا كلها وحاطط عقله بعقل مكيف. عادي الشغل معي، اصلا انا بعرف رئيس مخفر مفكر حاله بطل العالم بنصب الكمائن، وهو بحياته ما مسك بني ادم لولاي. هي بيكون هو مو عامل دورات مثلي اصلا، لان هي القصه قصه كمان بدها دورات وما... روح ولا روح جيب لي كل المواقف اللي تحت، بدي احقق معهم هون. طلعوا كل المواقف؟ ايه ما عندنا غير موقوف واحد لك من تدخلاته، لولا كانت هلا الزنزانه مليانه والشغل على ابو موزه. لك قوم جيبوا له الواحد. يلا الله لا يوفقك يا هيثم، انت اللي عم تفشلني. يعني ما بتبطلي عوايدك؟ تعرفي بس شوفك عم تهزي هز انا بتوتر. نزعته ما؟ ليك كل شيء بيخرب بهالبيت انا بدي صلحه. هي فهميها، حتى انتوا اذا اضطر الامر بدي صلحكم وغيركم. شلون؟ الاولاد بدو مين يضبطهم ويراقبهم، وحضرتك يا ست سمر مو فاضية الا للفشخرة والبهورة، هذا البيت فلتان، بس على كل انا رح اعرف اتصرف. لك يا حبيبي يا عيني، انت ليش ما بتفهم انك انت كنت وزير؟ وزير مانك مواطن عادي. كنت وزير سابق يا مدام، بس هلا انا مواطن عادي مثلي مثل كل الناس. لك انا بس بدي افهم ليش يوم عرسنا ما عطوني الكتالوج تبعك لحتى افهم عليك. على ما يبدو صار بده مين يصلحه. انا رايح على السوق شوف مصلح ويجي صلحه، احسن من هذا النقاش اللي ما بينفع. عقيم عقيم؟ أنا عقيم؟ ماشي يا هيثم، هرب من وشي لقلك. شو طيبة يا لاوي؟ صحة بابا. ليلي لشوف بابا، أنت عملتيها ولا وصال؟ وصال؟ لا أنا يعني قصدي وصال هي جايبة البنات وأنا غالبة. يسلموا إيديك. الله يسلمك. لولي لشوف عم تتلهوا ولا عم تدرسوا؟ لا بابا أكيد أكيد عم ندرس. عم ندرس ان شاء الله يا بابا ان شاء الله. ليك يا حبيبتي، انا اجيت لعندكم على الغرفه هون مشان بدي احكي معكم كلمتين.
بتمنى انت ما تغادري الغرفة يا ميمي، لانك صرتي واحدة مننا وفينا، والكلام اللي بدي احكيه مثل ما بخصها لفوق بخصك اليك. بابا اذا مشان المكيف خلص مو مشكلة، بيتصلح لحاله. انا صار لي فترة يا بنتي عم راقب وشوف البيت، الصراحة هيك ما بيمشي الحال يا هي. وانا هالحكي عم احكيه لاني بتهمني مصلحتكم ومستقبلكم. خير بابا شو صاير؟ بابا انا قدمت استقالتي من الوزارة نتيجة الفساد الموجود فيها وامور تانية، بس على ما يبدو اول خطوات التصحيح لازم ابدا فيها بالبيت. ليه عنا فساد بالبيت؟ لا بابا يعني ما بتقدري تعتبريه فساد فساد، بس اكيد في امور مزبطة. معك حق، نحن كلنا ما بنجي غير بالرص وبالعين الحمراء كمان. انكل انا صار لازم ارجع على بيروت توداي او تومورو. ليش لك بنتي ترجع على بيروت؟ فهميني في حدا زعجك بالبيت شي؟ نو ابدا، بس مضطره لانه عندي لقاء بالسفاره لحتى اقدم على الاقامه الذهبيه بدبي. كثير منيح، اذا الاقامه الذهبيه بتساعدك بحل مشكلتك اكيد ما في مانع، بس باكد لك يا بنتي انه اموري كوني ماشي ورايح على طريق الحل. نو ما إلها علاقة، بس هيدي الإقامة الذهبية يعني بيعطوها مثل تكريم للمبدعين للمشهورين. آه هلا أنا فهمت عليكي، أكيد ما رح يشوفوا أبدع وأشهر منك يا ميمي. على كل هنا موفقة يا بنتي. إيه بس ما بصير هيك، وين بدك تروحي وتتركينا؟ خلصنا بابا، خليها تروح، بكره بجيب لك كوبي مثل ولا يهمي. أم سو سوري بس كثير مضطرة. لا ما رح لاقي وحده مثلك، وين بدي لاقي وحده مثلها؟ ما في تروحي. خلص يعني بصير اعمل لك زيارات كل وقت وثاني. يلا بنتي يلا روحي، يلا يوفقك، خذي الاقامه الذهبيه وبركي هيك بطريقك يعني بتقولي لهم انه انا شوي هيك عندي حد بركي بيعطوني الاقامه الذهبيه، بس اللي هيك ما راح يمشي الحال. يلا تركتكم بعافيه يا رب. أم هني متروحي ما تتركيني، انا شو بدي اعمل هلا بدونك؟ يعني معقولة تصابيها علي؟ خلاص بليز. لا لا يعني انا رح اشتاق لك كثير، بس الاقامه الذهبيه معقولة اتركها؟ الاقامه الذهبيه؟ طب ليكي كيف فيني طلعها؟ كل مره بدك تزت لي نظارات هيك. طمني كيف الغله اليوم؟ منيحه منيحه، طلعنا تكاليف السهره وحق الارجيله. هلا انت عم تشتغل لكيفك ولا عم تشتغل مشان احنا نتجوز؟ لا انا عم بشتغل لاتجوز على كيفي. ايوه هيثم بيك سال عني شيء؟ لا ما حدا سال عنك. ليش ما سال عني؟ ليكون ماني معبي عينه وماني عرفان؟ لا طول بالك، اليوم عطله وما رح يحتاجك. لك انا يا عمي هو قاعد مرتاح ولا على باله، وانا عم بنحت بالصخر ليل نهار. لك الله يعينه، مدري شو صاير له اليوم. لك ايش بده يكون صاير له؟ اهلين هيثم بيك. اهلا هاني يا هلا. وصال شو ناقصنا اغراض اليوم؟ كتبت ليست هلا هاني بجيبها. انا؟ هاتي هاتي لشوف. ولي وصال ليش كل هالطلبات؟ انا ما دخلني، هيك المدام بدها. ولك يخرب بيتكم. لك وصال هاي طلبات حاره مو طلبات بيت. على كلن انا بعرف كيف بدي اتصرف. يلا هاني جهز لي السياره لشوفها، تحرك. يا سواد وشي منك يا هيثم بيك، والله ما بعرف شو بدي لك، يعني البواط عم تزحط، يعني ما بضمن لك سلامتها للسياره. ايوه البواط عم يزحط، يعني حضرتك عم تسوق السياره بغياره؟ لا لا ما عم سوقها، بس من الصف انا كل شوي بنقلها بين الشمس والفي. طيب انا راح اخذ سياره فادي لك. نفدنا. لك بلكي عارف ساعتها شو بده يساوي؟ ساعتها بقول له مين اللي عم يتستر علي؟ والمتستر كالفاعل. خلص رح ساوي لك شاي. لا ما بدي شاي، بدي كابتشينو. حساوي لك كابتشينو. يلا اضوي. عم بقول لك مدري شو صار له، وما في غيرك بيفهم علي يا ماجد. ببوس ايدك تعال شوفه. لك شو يعني فهميني؟ لك شو شبهه؟ لك شي بده يروح على السوق، شي بده يصلح المكيف. لك سمار
ليكون لا لا تخاف على صاحبك ماجد، بس اذا بيضل على هالحاله انا اللي رح جن. ليك ماجد بتجي يا اما برتكب جريمه؟ ها شو بدي اعمل يعني؟ والله لبكتيني. شلون شو بدك تعمل؟ ما انت صاحبه ورفيقه من الروح للروح، انت الوحيد اللي بتفهم عليه. ليكي سمر انا ما بعرف شو بدي اقول لك، بس انا اجتني سفره مفاجئه، ليكني على طريق المطار انا. ماجد ابو سلبي لا تسلب علي، ايه انا شامه ريحتك انه انت جنب البيت تبعنا. لك شو بك ما بتلي مزح لك سمر، يلا يلا جاي يلا يلا. يعني انا عم بنصحك ما دخل. بعرف سيدي بعرف، بس سيدي انا مقطوع من شجره ومالي حدا. يا حبيبي طيب تعال اقول لك، تعال عندي لك حل بيطير العقل مشان تطلع. سيدي انا مجرم، انا ما بدي اطلع. لك يخرب بيت سندك شو مخك سميك. سيدي انا مو محبوس عندكم، يعني انا مجرم يعني؟ يا سيدي الله يخلينا ياكل، انا ما بدي اطلع لاني بستاهل اني ضل هون. اسمعوا ده يبدو انت ما رح تفهم. ليك في هذا الرقم، رقم وزير سابق، بدق له وبتطلب مساعدته مشان يدق لي انا مشان طالعك. سيدي انا لازم اتحاسب. ليك ليك تعال لك شغله اخي، يعني اعتبرها مساعده اخويه، بحياه امك اعتبرها مساعده اخويه. سيدي بوس ايدك مشان الله، انا بدي ترباي، الله وكيلك بدي ترباي يا سيدي. لك اصلا انت مو عامل شيء وما بصير تنحبس. لك اذا بدك انا متبلي عليك، تبلي معك والله. لا يا سيدي لا، انت مو متبلي علي بنوب، انت سيدي انت بتشوف لقدام، لهيك الله يخلينا اياكم. انا لو برا كنت ارتكبت 100 جريمه، بس كتر خيركم ضبيتوني بهالنظاره. سيدي لك 4 ساعات عم بتحقق معه والله تعبنا. هيك هدو نزلوا لتحت اسلخ وفلقه، خليني اسمع صوته لهون. نسي حليب امه اللي رضعه. الله خلينا يا ابني هون. طيب شو تحبس يا سيدي؟ الله خلينا يا ابني. عبا بقلبك شو لك؟ عبا بقلبك لك والله بحياتي كلها ما مر علي هيك ناموسه. شو الله لا يوفقك الهي. لك شو بكون؟ شو قصتكم؟ لك انا ما جنيت لسه بعقلي، يعني حرام الواحد يعيش حياه طبيعيه؟ لك وين المشكلة إذا بدي لاحق أمور بيتي وولادي؟ ما في مشكلة ومو هيك القصد يا هيثم. الله يخليك، الله يسامحك يا سمر. لك أنا قصدي ما قصدك ولا بطيخ. العمى مو ناقص غير تعلموني كيف بدي أتصرف ببيتي وربي أولادي. أنا حر بتصرفاتي ببيتي. لك العمى وين المشكلة إذا انتزع المكيف وحاولت أنا أصلحه؟ بدل ما تنتقديني يا مدام، روحي شوفي البيت اللي صار بده مغفر لحتى يضبطه. والله بهي معك حق. هذا الحكي إلك وإلها وللكل، وإلا والله بتشوفوا كلام ما بيعجبكم نهائيا. ماشي يا هيثم مثل ما بدك يا روح. ولا هديك الثانية ميمي، هل بدها تسافر على بيروت لأن ما قدرت تساعدها؟ طيب أنت الثانية طريها شوي بتنحل. ولا يمكن أعمل شي غلط مهما كان يا ماجد. إذا بتحب أنا بتصرف. لا جنني ماجد، ها خلص اشرب قهوتك ولا عاد تحكي بالموضوع. انا رح فرجيكم كلياتكم شو بدي اعمل. الو اهلي، مين معي؟ شو نسيتني؟ انا رنيم. لك لا تخيلي، معقوله انساكي؟ شو رأيك نلتقى؟ شلون نلتقي؟ المشكلة أنا يعني علي ضغط كتير يا رنيم، والله كتير مضغوط وشغلي لفوق راسي، نسيتي إنه أنا ابن وزير سابق. بس وينه؟ خلص ليكي كرمالك، رح فضي حالي وشوفك. على العشرة منيح؟ لا لا مستحيل، ما بقدر. الله يخليك بنوب. عشرة صعب، خلص عشرة وخمسة بشوفك. أوكي اتفقنا، بنفس المكان. أوكي؟ أوكي باي. يلا باي باي.
شو؟ هلا بس تشوفيه بيجي على اساس انا صدفه. مثل ما بدك. بس فادي ما رح تستفيد منه بشي، وهي عم اقول لك. هي مو شغلتك، انا اللي باخذ قرار بهذا الشيء. انت بتعملي اللي عم بقول لك عليه، اترك الباقي علي. بس في شيء غريب، ليش لهلا ما اتصل فيني؟ رنيم ويا رنيم يا احلى الاصدقاء، رح اجيك يا رنيم. صاير كثير عصبي لانه ما عم شوف حدا عم يفهم. ما شاء الله يا فادي، ما شاء الله عشبوك. تعا تعا يا فادي تعا. قلي لشوف لوين رايح. مين رايح؟ انت رايح؟ ولك عم يسألك سؤال لوين رايح بتجاوب. انا مو رايح. لك انا كنت قاعد. مو انت حلمك تشوفني دكتور؟ قاعد عم بدرس ادرس ادرس ادرس، والله انهريت من الدراسه. أم لقيت ناقصني قلم رصاص. انا لانه اهم شيء عندي قلم الرصاص، هو الوحيد اللي بتقدر تمحيه. مزبوط عمو ماجي؟ عم يسألك لوين رايح بتجاوب. خلاص اخي هيسا، رح احكي لك الصراحه، انا رايح شوف رفقاتي وبعدك ما بتاخر. بس يكون بعلمك بدي اعمل كبسه على غرفتك بعد ساعتين. إذا ما لقيتك بالغرفة يا فادي رح تشوف مني شي ما بيعجبك. لك علي طلاق إنك كفو لك هيسا؟ خلاص بوعدك ما رح أتأخر، قبل طلوع الضو بكون هون. أحلى هيسا بنروح. مع السلامة. شو هيسا؟ شايف فادي مع واسطة؟ بتعرف ليش سمحت له يروح؟ ليش؟ مع إنه قال لك راح مع رفقاته ما رايح يدروه. يا ماجد لسببين. أول شي حكالي الدغري، ما كذب علي إنه رايح لعند رفقاته هيسا. تاني شغلة والسبب الأهم إنه لو ما سمحت له أكيد أكيد كان رح يروح من قفا ظهري. صاير عندك خبرة بإدارة الأسرة. عم فكر طق جوازة تانية، شو رأيك؟ علي صوتها. تركتي بهمي لك ما جيت. المهم شو في أخبار جديدة؟ والله ما في شيء. معصل جاي من كل الجهات. آخ يا ماجد، أخبيني بينك، يعني أنا مليت، ما عاد بدي شيء يصطف له. هلا انت ليش حابس حالك بالبيت؟ لازم تنزل، كل رفقاتنا بالقهوه عم يسالونا عنك. بتعرف اذا قلت لك مالي عين انزل بتصدقني؟ لك حتى هي ميمي اللي كانت عنا قال بدها تسافر، ملت مني لاني ما قدرت ساعدها. انا برايي لا تحبس حالك بالبيت، انزل روح مشاوير، ارجع لحياتك السابقه قبل ما تكون وزير. هو هيك. ميمي هلا انت عن جد مسافرة؟ ولو فوفو، هي عاشر مرة بتسأليني. وي عن جد مسافرة؟ نعم. مع مين هلا بتضيع وقتي؟ ليه ما عندك أصحاب؟ بلا عندي، بس أنا هيك على طول بحب يكون عندي رفقات جداد. أنا برأيي مثل ما قال أنكل هيثم، تلتفتي لدروسك بكون أحسن. أنكل هيثم؟ والله معه حق، لازم التفت لدروسي. أنا كل فترة بشق عليكي ومنه بشوف شو صار بموضوعي. هلأ ذكرتيني ببابا. بتعرفي أنا كتير زعلانة عليه، مسكين بابا. عم فكر لاقي طريقة لحتى فرحوا فيها شوي. شو رأيك؟ شو فيني أعمل؟ والله أنكل هيثم كتير طيب، بكفي إنك تدرسي وبس. إيه والله معك حق، لازم أدرس. خلص هي السنة أكيد رح أخذ البكالوريا. انت سنه خامسه بكالوريا؟ لا سنه رابعه. انا يعني انت بتعرفي مثل ما قلت لك وشرحت لك، انا سنه رابعه هيك بدك تقول يعني دراسات بالبكالوريا. انتوا ما عندكم اياها بلبنان؟ لك الله يا روح، لك ماني مصدق، حاس حالي كثير مبسوط. مبسوط كثير. ايه اكيد، لانه انا معك. لك لا، بس لانه هيك الجو حلو وهيك النسمه حلوه. عن جد؟ يعني مو لانه انا معك؟ لا. اهلين اهلين سمير. شو الصدفه الحلوه؟ لك أهلين يا روح، يا محاسن الصدف. شو ها؟ تعرف شو؟ حاسك كأنه عم تراقبنا، ما هيك؟ لا، ليش لراقبكم؟ بس أنا بجي لهون بالعادة وباخذ قهوتي. بس أنتوا شو عم تسووا هون؟ يا لطيف، كمان؟ عن جد لا، هي صارت هيك صدفة كثير كبيرة. أنت بتشوف تشرب قهوة، نحن كمان جايين نشرب قهوة. توقعتك تتصل فيني، شو صار معك مشان الشغل؟ لك إيه 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 مزبوط. لا مزبوط والله، هو مره لانه شو شافني مره واعطاني رقمه وقال لي حاكيني. انا اسف بعتذر، بس ليك يا روح انا كثير مضغوط، شغلي لفوق راسي ما عم لحق.
وانت معك حق والله كمان انا طولت عليك ما هيك لك صحية اب سمراء يعني هو شو هو التفشان شو كان شغل ما هيك شو هو الشغل ايه لحظة كلامي كثير ضرورية بعتذر منكم رح ارجع بس يمكن ما ارجع اهلين يا رو شو قدرتي تفهمي عليه؟ ما فهمت شيء هذا ما بتاخذ منه لا حق ولا باطل رح روح انا استلمه انت بلكي بتفهم منه شيء توكل ايه نعم يا ستي مسافرة اصلا وجودها عندنا مو صح وليش بدها تسافر؟ ليش بدها تسافر يعني اكيد من شان اهلها لا حبيبي مو من شان اهلها بدها تسافر لانه ما طلع بايدك تحل لها مشكلتها اللي انا ما بعرف شو هي لك سمر لا تحكي معي بهالطريقة هاي انا ما بقدر حل لها مشكلتها بس القصة يعني مو سحر قصة بدها وقت لا حبيبي ما طلع بإيدك إنك تساعدها وحتى رفقاتك ومعارفك سودوا لك وشك لا تحاطيني بهي الطريقة ليه حبيبي؟ مو هذا هو الواقع؟ لك مفكرني ماني فهماني عليك؟ شو قصدي؟ قصدي إنه أنت نفخته لقلبنا وأنت تقلنا بدي ساعد العالم بدي ساعد العالم بدي ساعد العالم وأنت نملة ما بتقدر تساعد لا تقلي ليش؟ لأنك استقلت يعني أنا ما بيطلع بإيدي شيء؟ معك حق ما بيطلع بإيدي شيء أنا رح يجنني يا سيدي أبوك الله يتم عليه إنسان نزيه ونحن بدنا إياه يضل نزيه إيه والله أبي هيثم أنزه واحد بالعالم نزيه كتير والله يا روحي بس يعني إنه هو نزيه وآدمي كل شيء بس إنه يعني أنت بسط لي إياه يعني شو اللي شو بدي شو فادي أنت شو فيك تساعدنا أنا لك أنا يا روح بساعد كتير قد ما بدك أنا بساعد بس يعني أنت هيك أعطيني اللور باك اللي شو بدك أنا بساوي بدي لك شغلة يا فادي وتحطها مثل الحلقة بإذنك أبوك يمكن يكون عنده ذرة صغيرة جواته ومنحازة لنا وهي مهمتك أنت إنك تكتشفها إذا طلعت موجودة ولا لا وهيك بصير قريب من الوزارة هلا وينك يا روح لك حتى لو ما أنا موجودة الذرة وحياتك رح نكوشة لأنه يا سلام إذا بيرجع على الوزارة هذا احتمال ضعيف بس مع هيك ممكن يكون موجود هلا المهم أنت تساعدنا أي والله بساعدك بس أنا شو بستفاد يا رو؟ نحن أي حدا بيحط إيده بإيدنا ما رح يندم بنوم عز ما بعده عز وأنت شاب وطلباتك كتيرة ومنعرف منيح إنه استقالة أبوك أثرت عليك كتير لهيك نحن رح نساعدك ونزبط لك وضعك مقابل أنت تساعدنا كمان ليك هي كتير شغلة صعبة يعني أكثر ما أنت متخيل كتير أنت مفكر إنه والله هي شغلة هيك سهلة بس روح جيب لنا معلومات عن أبوك وتعال لك هيثم هذا هيثم ما بتعرفه على باب مكتبه حاطط كلبين حراسة يا رو بس أنا رح حاول رح أبذل قصارى جهدي حتى أجيب لك هاي المعلومات بتعرف ليه؟ عشان يرجع أبي على الوزارة يا عيني عليك هلأ بلشت تفهم بعجبك وأنت ليش محملها كل هالقد؟ خلص يا أخي عيش حياتك كأي مواطن بس بتسكت على الغلط إيه سيدي شو يعني رح تقدر تعمل إيه بس إيد وحدة ما بتزفق لحالة يا هيثم أنا برأيي تترك الشيء على مين بقى وحاجة بقى لأنه ما رح تلاقي حدا يساعدك بس لا أكيد في حدا قلبه على البلد مثلك
بدي بلش وبشو بدي بلش؟ والله ماني عارف. شرفتي وانستي، ابقي خلينا نشتاق لك. انا ما بقدر اشتاق لكم، اكيد حعيدها. بالنسبه لموضوعك عمي ان شاء الله محلول. ان شاء الله يعني، بس بدك تستني سنتين ثلاثه اربعه. انا انبسطت عندكم سو ماتش، حسيت حالي وحده من العيله. نحن كمان يا عمو، وبس توصلي على بيروت يا ريت تسلمي لي على عمو بيير وعمطوني. اكيد بيوصل. او يعني بليز، شو بيصير معك بخصوص الموضوع؟ خبرني بنزل فورا. من عيوني الاثنين يا عمو. حبيبي هيسا، بتحب انا وصل على بيروت؟ انت ريح حالك، هلا هاني بيقوم بالمهمه. معناته انا رح اطلع على غرفتي، ما فيني اتحمل مشاكل ودا. يا عمري يا عمري، حساس حساس. وصار تعطيها لميمي لعند هاني وشوفيني شو قصتها بدرجة. حاضر. يلا تسر. أرفار إلى اللقاء. مع السلامة. مع السلامة. تفضلي. هلا. يعني أنت ما بتبطلي هالعوايد هاي؟ شو بيك؟ شو حكيت أنا؟ ما حكيت شيء. ضحريشك يا زلمه، لك شلون انا بدي اعرف مين صالح ومين فاسد؟ شلون؟ ايوه يا اهلا يا اهلا ماجد، هو الرقم حاطه مع انه بحرف الميم، شلون عامله هيك عم مفضله؟ هلا يا عادل، جوز اخت امي. شك يا عيسى، عيسى مرت تشوفك شو مسميها؟ قال وزاره الداخليه. والله شكلك بتقرعب منها قرعبك. شو عيسى هذا؟ ما بعرفه. شلون بدي اعرف انا من الارقام ومين فاسد ومين صالح؟ شلون؟ حريشك يا سمير. شو عمل ايش؟ يا ايتها الجماهير الكادحه، نادينا سياده الوزير يا اختي. يا ابناء قريتنا. لك يا اختي، نادينا الوزير. يسرنا اليوم وكل يوم. خلصينا، نادينا سياده الوزير بان لن يكون فساد بعد اليوم. لك يا اختي، عندنا شغل، نادينا سياده الوزير. انا رح نادي لسياده الوزير، بس اعطوني طلباتكم لاعطيها انا لسياده الوزير. نادينا الوزير. اعطيني طلباتك، هات طلباتكم. هات لشوف، هات انت حاطط اسمك عليها. هات هات. ايه ما بيطلع بايدك تساعدهم مو؟ ايه نعم يا ستي، ما بيطلع بايدي ساعدهم. انبسطتي؟ كانه شايفه هيك غيمه ندم فوق راسك انك تركت الوزاره. ما بدك ترد؟ لا ترد، لا ترد. تفضل. شو هدول؟ لا تقلي لي طلبات لرفقاتك. لا، هدول طلبات الكادحين يلي برا. لك ومين قال لك تاخذيهم منه؟ شو بدك اياهم يناموا على باب بيتي؟ اخذت منهم الطلبات وقلنا لهم ان شاء الله بنتصرف. ولك سمر، ولك سمر، نسيتي انه انا مع وزير؟ وقت بدك تساعد بيطلع بايدك. لا اله الا الله، لك شو هالورطه اللي ورطتيني فيها لك سمار؟ لا ورطه ولا شيء، الحل بايدك يا عمري. وكيف؟ بترجع وزير وبتساعد كل العالم. شو قصتك لك سمار؟ لك شو قصتك؟ فهميني، شايفه الشغله بايدي يعني؟ لك ما بيمشي الحال، فهميها. انت قول موافق وبابي بيساعدك. بلا بابي بلا مامي، لك شو قصتك لك سمار؟
كل واحد بيرقد عن مصلحته بس، وانتي ما قاتلك الا الفشخره والباوره والبرستيج تبعك. لك حبيبي، مو انت بدك تساعد العالم؟ هذا هو الحل الوحيد. فكر باللي قلت لك يا، وبابي بيحبك كتير واكيد رح يساعدك، والناس كلها ناطرتك. اخ يا اشرف، اخ لك شبك، شو عم بيصير معك؟ انا هيك، انا يسميني على موبايله المغضوب. مين ابوك؟ مو ايه ابي عيسى بالروح. شو سميني انا على موبايله المغضوب اثنين؟ يعني شو ممكن يسميك مثلا؟ انا ماني زعلان انه مسميني هيك، انا زعلان انه مسميني المغضوب اثنين. يعني في واحد سابقني، في رقم واحد. مين فادي؟ من كل عقلك؟ بعدين تعال هون، انت شلون شفت اسمك؟ انا يعني كنت ماشي بالصدفه، شفت الموبايل شفت اسمك مغضوب اثنين. صحيح، شو كان بده منك سمير هداك اليوم؟ مين سمير؟ سمر الروح. لا هو حزير. شو هو شافني لابس قميص؟ سمير حبه للقميص كتير، عجبه، اخذني على جنب قال لي يا فادي انت منين شاري لهذا القميص؟ انا رح دليته على المحل، يعني هو بده يشتري واحد مثله. فادي، شو عم تخطط؟ انا؟ لا يا روح، انا بدي خطط ليش؟ انا مش عارفك اطلع اول شيء، مش خطط انا، ما في لا خطط ولا شيء بنوب. ليك هذا سمير واحد داهية، دير بالك منه. واطي انت اوطى واحد بالعالم، انت معد، ليش عرفتني عليه؟ بتعرفه ايه؟ ليش عرفتني عليه؟ بدك تبليني؟ اللي شو بده منك؟ ليك اذا في ورطات ورطوني، انا روح قلبي ورطات. شفتك فوق شفتك تحت يا معد، انت بدك تورط انت؟ ايه بس وينك؟ اي لا تشغل بالك ابنه، وقت بصير هيك في شي ورطة نظامية رح حطك ببوز المدفع. معلم لك صحيح، ما في شيء سهر اليوم هيك؟ ايه والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا اشرف، يعني بس انه انا يعني مو زايد معي مصاري، عرفت شلون؟ مو بقيان معي، فانا برايي انه بلا ما نسهر، يعني خلاص بلاها، يا بلا السهره هيك. فياك الكفو. شو كل عمرك بتتدين مني؟ يعني كل عمرك والله يا فادي ديني حق سندويشه بتتدين مني بالجامعه شباب، هلا والله صدق تعمل لي فيها كفونه؟ لا اخي لا، ما بدي منك شيء، انا اليوم شوف شو بدي ادبر اموري مع عيسى. ليش عيسى؟ في غير سما؟ ايه والله سمورة هذيك اللي بتفهم علي، ام السوق استخير روحها. فوتي اماني، هلا بنعمل نفس ارجيله غير شكل، على كيفك. اهلين بابا. اهلين حبيبتي. يا عمو. اهلين يا عمو، كيفكم؟ تمام. شو هالوراق بابا؟ شو عندك فحص؟ لا هدول وراق مالك فيهم انت، طمنوني شلون دراستكم؟ والله بيني وبينك يعني انت مالك غريب بابا، زفت. ايه اكيد زفت، لانكم مقضينا لعب. لا والله يا عمو ابدا مو هيك، بس نحن منهاجنا كثير صعب. لا 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 لا، لا مو كثير صعب، منهاجكم سهل، بس حاجه لعب بقى ونضبوا ودرسوا. بابا طيب شو رايك بطل دراسه واتجوز وانستر ببيت جوزي؟ ولا لقول لك لا، الجواز علت قلب. ليك يا حرام ماما المسكينة ما بتتهنى بعيشتها، لا بفوتها لا بطلعها لا بقعدة لا بروحها لا بشربة، خلص بلاها. تعرف يا بابا البنت ما إلها غير شهادتها، بس حتى الشهادة بالنهاية يعني بتتعلق على الحيط. والله شي بحير بابا. اللي بدي أعرفه أنا إنه بالبكالوريا أنتو عم يدرسوكن علم نفس لتتعلموا ولا لتعالجوا؟ هلا مو مهم بابا، المهم انا جايتك بموضوع خطير للغايه، بس رايق قبل؟ بعدين بابا، خلص تحكي معي بالموضوع بعدين. بدي دروس خصوصي وضروري كثير، والا برسب. ضروري؟ اي والله يا عمو ضروري، حاكم الفحوصات قربت. بابا شو موافق ولا روح اتلهى؟ موافق خلص، بس اتركيني هلا افكر شوي لشو بدي اعمل. طيب ماشي، معناتها هلا رح نقوم نتلهى شوي ما بين ما تفكر انت. يلا الله معكم. مرحبا يا روح. شو انقلع رفيقك؟ صرفته.
ما حبيت لك يا لهذا الرفيق، يا ريت تبعد عنه. لا يا مسوس، ليش هيك عم تحكي؟ لك هذا اشرف ولد كثير مربى وادمي وابن عالم وناس، اسمع له مسمى. ما انا مشان هيك عم لك بعد عنه، مشان ما تنزعوا للولد. لك يا ويلي، لك شو الجمال، شو الاناقه، لك يا وش قلبي انا، وش تخيله. بتعرفي شو؟ انا بهي العيله ما حدا بفهمني غيرك. صحيح ناوي تحردي مزبوط؟ فشرت. صحيح انا زعلانه من ابوك، بس ما بتركه. روحي معلقه فيه. حساسين؟ حساسين عاشق ومعشوق انت وهيثم، تقبروا قلبي ما احلاكم لكن اولادكم، احلى تربايه والله والنعم من هالعيله. كانه في بتمك حكي.